تعالوا بقى اشرب مياه يا خالو. انت يا عم احنا ناقصين مرض. ده خالو. اه اذا كان كده ماشي. الف سلام عليك يا خالو. فيا عم وسايب الدنيا كلها وجاي يموت عندك. طب روح دلوقتي يا خالو واجي افتح لك قناه المصارعه دلوقتي. انا حاسس ان اللي في الجو ده اللي شبه الدبره ده هو اللي عمال يكح. اخبط نفسي دلوقتي بمفتاح الانبوبه عشان استريحه. مين ده كمان؟ هي ناقصه؟ ده زبله. زبله مين؟ ابن اختي اللي انت كنت شفته معايا. الواد الارع الصغير. ايوان هو ده. الواد ده انا هزعله مني عشان اول ما جيت شلته قام بللني. لا 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 مش من اولها بقى يا جدعان بقى يا عم. شوف حد ياخده ولا شوف له عصريه. زو 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 ابعت يا ابن الناس يا ابن يو 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 زو يو يو زو. لسه من اولها لسه بنقول بسم الله. تعالى اجيب لك العصريه اللي انت بتحبها. اه يلا بالسلامه روحوا مع بعض يلا. ده مين ده كمان؟ انا ابن عمي لو جنبي هحط له مقشر في بقه. ولا 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 انت يا عم انت بتعرفني بعيلتكم. ابويا ونايم عايز حاجه؟ لا لا ده حقه بفلوسه. ما ترد عليا من الاول. طب انا عمال ارد عليك ما خدتش بالي. تيم برضه يا اسطوره. تيم لا يحتاج الى عدو هو عدو نفسه. طب مين ده اللي كمان نايم ده؟ فين 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 يا حبيبي يا عم انت؟ اسمه هكريتو. ها هكريتو ده انت عيل خرتيت نوبايه. الله يسلمك. ده سامعني؟ يلا على اللوبي. حطيت سلاح في مالك فطوطه في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. في ايه اللي بيحصل؟ حاسبه بس بالسنادين عشان ما لوتش اي حاجه. تعال تعال. انت يا عم رفوس صح ولا قايمه من جنبك؟ اصبر كده اما اهز. استنى هو عمال يلحن هو نايم. روح يا عم اوضه ثانيه. طيب زوي 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 جاي عليا جاي عليا اللي نيجي عليا ما اشوفش فيها. خد خد بتشرب ايه؟ ما بشربش حاجه. لسه فيك الطبع ده يا ابني. مش هقول لك هات حبه. بتشرب ايه؟ يا مستر اكس. قابل يا عم فطوطه عمال يكلم في نفسه اهو. بقول لك يا عم روح بوشينكي. انت بتقول يا ابني انت متخلف يا عم لسه اتحشر في الكنزايه. بقول لك يلا بينا نروح بوشينكي. ما علينا من اللي انت قلته. ثانيه واحده بس. انت بتحط لسانك في الكنزايه؟ اه عشان اعرف اجيب حبايتين الرن اللي في الاخر. اه خلي بالك بقى عشان في عيال في البيت اللي قدامنا. لماح لماح ما شاء الله عليك. استنى بقى استنى كمر بقى بص وتاهب. خدني جنبك ثانيه. مالكش ابعد انت عن الواد ده ولا الواد بتاع ثانيه 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 ثانيه. طيب ابعد بقى. اوه اوه ولا 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 يا عم ما اضربش البتاع ده. اوه اسمه جيس جاس جي 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 جو 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 يابا 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 يابا. طوطات السلاح اللي معاك ده ادي واحد عيان والتاني ميت اهو. طيب اطلع بقى اطلع بقى اهي اطلع. ولا 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 اطلع بقى جو 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 جو. بس بس فطوطه كده بيوتيفول. انتوا بتزقزقوا بعض في ايه يا جدعان؟ ما فوق معايا في ناس قدامنا في البيت التاني. ما تهزرش. تعالى هجيبك اهو هجيبك. ثانية لا ثانية يا حبيبي. جو 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 جو. الواد ده صعبان عليك. يقوم واحد يصحيه التاني يرضعه ويقوم التاني ايه ما يقوم انا منزله تاني. ولا 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 صحيه صحيه. واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة. عندي واحد لعشرة برضه. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست سبعة تسعة عشرة. طلعت تبع مين ده؟ طلعت تبع مين ده؟ طيب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة. اطلع جوجو 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 جوجو. سيبوه سيبوه ما حدش يكلمه سيبوه. طيب جوجو 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 جوجو. انا انت بقى خنزير. عجبتك الفطوطه بتاع كل يوم اقولها لك. تعالوا بقى روح عالنوبي. جبت اتنين وانا طاير. يلا الف مبروك. انا اكتر حاجتين بتحرق دم ان حد ياخدنا على قد عالي وحد يرفع لي حاجبه وما اسلم عليه في الشارع. نهاية الكلام. اوبا با 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 شكرا لك يا عزيزي النوباي على هذا الكلام. حجر معسل مرصوص بالدقه والكافيتين المتلازمتين اخر شرق تقع على الفتاة. ما تخلوا نفسك يا عم. قوي جدا ومذهل هذا يا عم المعلم. قوي جدا ومذهل هذا الكهوجي. يرص حجر حازم معسل بمهاره. يرصه بمهاره متلازمتين في منتهى الروعه في منتهى الروعه في منتهى الروعه. يا عم خلاص نفسك بقى عشان تموت بقى. لا انا مش عايز جنان. قوي جدا هذا الكمبرجي. يا بابا 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 راوغ ثم مره ثم سدس ثم جول. لا 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 من الواضح انه سيمر من الواضح انه سيمر من الواضح انه سيمر من بين الناس. بابا 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 من الواضح انه يهرب وش هذا القمري هذا الحكم الكمبرجي 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 الكمبرجي. واضح انه هذا الكمبرجي. هدف هدف عمازه هدف عمازه سمعنا في الماء القريب.
رايك؟ بص انت تاخد مضاد حيوي وهتبقى زي الفل. هو في يا جدعان احوار المضاد الحيوي مع ايه بقى؟ حد عنده سخونيه ياخد مضاد حيوي، حد عنده اسهال ياخد مضاد حيوي، حد عنده صداع ياخد مضاد حيوي، في يا جدعان؟ بص انا اخر ما اعرف منك اروح افتح التلفزيون واقعد واسيب اللعبه. يعني بذمتك هتسيب اللعبه وهتروح تتفرج على التلفزيون ويجي لك اعلانات بقى هتخس من غير ما تفيس ومش عارف زيت الكرومب هيخليك زي البوم والشركه الالمانيه؟ لا يا عم موت يا بوت، ما انا بتكلم اهو اسمعني وانا بتكلم. لسه بتنبر فيها؟ لسه فاتح التلفزيون لقيت الشركه الالمانيه رش الميه اهو شفت. واجي لك بقى مش عارف لبان مدام نفخه وام سحلول ركبوا الخيول. خليك معايا هنا خلصان، خليك جنبي عشان الف سلام على الانسه. هي انسه انت اللي جابك هنا؟ استنى جاي لك اهو. قابلك في اللوبه صاحبي. طيب قابلك في اللوبه. طيب هعمل دلوقتي انا دلوقتي في حاجه من الاثنين، يا خليهم يتروحوا حوالين نفسهم وفي الاخر هيجيبوني، يا اما يطلع لهم دلوقتي يجيبوني من مره واحده. عامل لا هخليهم يلفوا شويه يمكن اتفق على حد فيهم تفه. طيب انا معايا دوت مولوتوف، هات المولوتوف دوت احرق حد فيهم ولا احرق شرطه حد فيهم يبقى ماشي من غير شرط. طيب خليك هنا بقى. ولا اتلقيت في ليه؟ اخلع يا رب ما حد يشوفني، يا رب ما حد يشوفني. انت يا عم انت بتعمل ايه؟ انت عندك الدنيا عندي ناقصه في. طب تعالى بس خليك جنبي ثانيه واحده هخلص واجيلك. ايوه وفاء شفته ثواني مش عارف اجيبك كده، بس هجيبك خليك زي ما انت، ما تتحركش. ده مين ده كمان؟ بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه عندك؟ نام على بطنك بتعمل ايه؟ ايه التاني بقى خوفان؟ والله ما اوديك على اللوبي. روح على اللوبي بابا 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 بابا. طيب ودماغي بتعمل لوبي. صوت بقى شارك. انا دلوقتي هخلع يا اما هموت. طيب هنا اهوت دلوقتي الواد مفكرني فوق، فانا بقى ايه اخبس منه. انا قوم جاي له من الحته دهيت وهو عامل ازاي كده اهوت، في حاجه باينه منه بيو. ادي انا مش عارف انت بتطلع ايه بس يعني يا ريت تكون دماغك. طيب مش حاجه تيجي اللوت هنا طازه. بص خليك زي ما انت كده اهوت، براحتك خالص، مش هقول لك انت بتعمل ايه. خلصت وتعالى لي. مطلع من هنا حاجه؟ انت بتطلع ايه؟ دي دماغه كويسه ماشي. عاش تعال. اوه انا هموت. ده انا جاي لك، خليك زي ما انت، انا جاي لك اهو، هجيب عربيه وجاي لك. انت لسه عندك ما تيجي زي ما انت، ما تتحركش. بيب 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 بيب. عمال تلحس في الدروب برضه بنفس العاده اللي عندك، عمال تلحس في الدروب. هو رقم 4 حاطط العربيه على الدروب اللي كده. ده مين البت اللي بتتكلم دي؟ معانا في التيم. طب وهي فين من الصبح؟ مش المفروض تشجعني؟ انا وانت نشجع دلوقتي على اللوبي. اصبر دول. ايه ده هكر. ايه يا عم انت زنقتني. اوعى يا عم اخلع بقى من المشي بقى، بمديك على وشك انت كمان. ايه امشي. في مثل هذه المواقف يجب ان نتحلى بالصبر. اعطيني راسك ايها الفتى. بابا ولعانه معاه بدون صياح. ده الاسطوره بتقول ان انت كل ما بتعيط بيخرج منك صوت بيعبر عن حالتك المزاجيه الان. استنى كده اما اجرب. بتعمل انت كمان؟ انت بتحزق؟ ده صوت قطه عايزه تولد. ومين ده اللي عمال يتنطط فوق ده كمان؟ مفيش تحالف. انزل ومش هكلمك. طب خليك فوق. ها طيب ها خليك زي ما انت. ها ابلع ديت. ها ابلع 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 ما بلاش. طيب راح فين؟ لا 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 تركي حاجه مش مصري او عربي. سلام يا صاحبي. طيب بقى ولا بص احنا بنعمل التحدي، ما نسيت اقول لك التحدي والله من اول الفيديو. التحدي ده احنا ما بنخرجش من سكول وعم نجيب فيه اكبر عدد من الكلات، فاهم حاجه؟ طبعا امال. طيب خليك معايا بقى نكسب الجيم ده. طبعا اكيد ما نخرجش من سكول اهم حاجه. ثواني بيو. طيب دلوقتي بقى نعمل ايه؟ خليك بس جنبي مالكش دعوه باي حاجه. ما سمعتش تقول ثواني وثانيه. ثانيه برضه اسمع صوت. انا شامم ريحه خطر. ايوه شم انت كمان بقى معايا. ها وشم كمان انت معايا على اللوبي. ها انا شامم ريحتين خطر. ها انا ريحه فيهم هتيجي. ها انا بلع واحد من البتاع ديت. انا في الدنيا هنا هيصه معايا وفي ناس عمالين تروح وتيجي ايوه ده مين اللي اتزحلق فوق ده؟ اوو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 و
تي تي. من الذي يضحك الان؟ انت قلت في دماغي. بص انت هتلاقي الوقت مجزره. الوقت في ايه؟ مجزره المدرسه. مجزره المدرسه. طب ماشي ما دماغي بقى. لا عاد هيبقى في امتحانات ولا اي حاجه، لان الوقت هيخربها على دماغهم ودماغ اللي جابوهم. طيب في حد فوق؟ في رجلين على الخريطه، يبقى حد فوق. لما ما شاء الله عليك حبيبي، الله يكرمك. انت خايف مدينك؟ طلع طالع طالع. ليس الان، ليس خوف مني، ولكن 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 ماذا رأيت؟ ولكن أرى أنك كمبورة. لقد
كنت أعاني من المشاكل اليومية في حياتي، ولكن بعد استخدام كلمة معلش أصبح ليس لدي مشاكل، والآن أني يا سيدة محسن أنت يا فطوطة صندوق قشطة صندوق ارمي هات كل حاجة من ديت بس حد يلعب معاك لوبامية فوق بقى من الاستروكس اللي أنت بترضعه بقى دلوقتي عشان نكسب بقى الجيم ده. أنا هبلع نداية فوق اهيت وحد يبقى مش ورايا، يعني حد يبقى افطاري وأنا طالع على السلم. ماشي ماشي ماشي. لا مش أنت ما تطلعش أنت ورايا السلم. لا يا عم مالكش دعوة بس يا جماعة أنا مش فاهم أي حاجة. يا جماعة الناس فين؟ انا كده بقى المفروض افهم مع نفسي. شمالك يا حمودة شمالك. طيب. لا 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 ده شمالي ده شمالي انت خنزير على طلع خنزير.